فكرة التصدي بالوضوح ومزيد من المكاشفة، أنا شخصيا قصة المدرس دي فعلا كلنا بنعيشها كل يوم. الراجل عبال ما الخبر وصل بيوصل ملتوي ومختلف تماما. مزيد من التواصل يصنع فارق كبير، هكذا قال الأستاذ عماد الدين حسين. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، كمان معانا على التليفون. مساءك خير وأهلا بحضرتك في التاسع. مساء النور، أهلا وسهلا، تحياتي ليك وللمشاهدين. أنا متهيألي يا أستاذ أكرم لو حلينا أزمة الدائرة الشائعات والرد عليها، الشائعات والرد عليها، متتالية الشائعات إذا صح التعبير، ممكن نبقى حققنا يعني نجاح كبير جدا في مشوار حتى ان الناس تعرف الحقيقه بقى، لان مفيش فرصه نعرف الحقيقه من كتر الشائعات. نفكها ازاي؟ نقطتين في الحته دي، يعني الحقيقه اولا انا طبعا استمعت للكلام اللي قاله الصديق الاستاذ عماد الدين حسين، هو كلام مهم. انه احنا طول الوقت بنقول المعلومات تقتل الشائعات. الشائعات دي اقدم وسيله اعلام في العالم على مدى التاريخ. والشائعة هي ليها فترة عمر يوم يومين ثلاثة وبتروح، لكن هو الخطر الحقيقي الحقيقة مش في الشائعة. الخطر الحقيقي في نصف الخبر، في التلاعب بالمعلومة. وزي ما انت ضربتي مثل بتطوير الحديقة الدولية، كم يوم مروا عشان الحكومة تطلع تقول انه يا جماعة ده تطوير وكذا. الخطط، ودايما الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والمسؤولين الى التوضيح وببساطة للناس. لو فاكرين في قناه السويس لما كان كلام كتير جدا عن الديون، وقدم وزير الماليه، والحقيقه وزير الماليه شرح الامر بشكل واضح والرئيس شرحه بشكل مبسط جدا. فالحقيقه انه الافكار المتلاعب بيها اكثر من الشائعات. ليه؟ لانه من كام يوم لو احنا فاكرين في ناس يعني محترمه جدا ومؤثره على السوشيال ميديا قالوا انه البنك المركزي هيخفض قيمه الجنيه وكذا، والنهارده طلع القرار واضح جدا انه مفيش خفض وغيره. لكن اللي نشروه ده وهم مصادر مفترض ان واحد بيقول خبير اقتصادي او غيره، يعني انا مش عارف نقدر نحاسب ده ازاي، بس من المهم جدا انه يبقى فيه على الاقل انه هذا الشخص يطلع ويعترف انه كذب. يعني حضرتك بتقصد انه يعني ده حضرتك بتودينا بقى في مش في قصه ابعد، يعني استاذ عماد كان بيقول لا ناخد من المصادر الموثوق فيها، حضرتك بتروح لحته ابعد انه الخبر يصدر من موقعه الرسمي عشان اقدر اصدقه او اتعامل معاه. لا، ما هي دي نفس المصادر الموثوق ميها. انا بس عاوز ارجع لحضرتك لفكره السؤال، انه ان احنا لو بنرد على الشائعات، الرد بس مش على الشائعات، لانه في جزء زي ما بقول لحضرتك نصف الحقيقه اللي هو الحديقه الدوليه. من كام يوم كان في كنت برضه بتكلم مع حد فبيتكلم على انه مصر بتصدر الكهرباء للعالم ارخص من الانتاج المحلي. هذا الشخص ما يعرفش اللي بيكتب الكلام ده انه سعر الكهرباء، انتاج الكهرباء، سعر نقلها وتوزيعها 10 اضعاف انتاجها، وده شيء معروف. من المهم جدا ان هذه النقاط تبقى معروفه. لكن كمان لو احنا فضلنا نرد على الشائعات، مهم جدا ان احنا نرد عليها. لكن كمان الحقيقه لو احنا فاكرين على مدى التسع سنوات اللي فاتت، مصر تعرضت لازمه كبيره، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول كل ما احنا هنتعرض لازمات هنشتغل. المتلفت لا يصل. لو احنا تفرغنا طبعا في ادوات بقى، هنا دور الاعلام ودور اجهزه الاعلام وادوات الاعلام اللي موجوده في الوزارات. من المهم فعلا، لانه في سرعه الشائعات بتطلع بسرعه وبتتكاثر. طب استاذ اكرم حضرتك اصل بتتكلم في نقطه مهمه جدا، فكره استباق انه ان يسبق الخبر الشائعه، ده ممكن وتحديدا لاننا بنتكلم في تفاصيل، احيانا شائعات تخص التفاصيل، هل ده ممكن؟ اقصد هل اذا كل مؤسسه قامت بدورها في الاعلام، مش هقول الاعلام لكن او اعلام الناس بكل التفاصيل، اشراكهم في صناعه القرار، ده ممكن يقفل باب شائعات؟ انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، هو بما ان الحوار الوطني النهارده قائم، خلينا نقول انه في تيار كبير جدا من الناس اللي ليهم اراء مختلفه، احنا بنقول التنوع، اصبحوا النهارده بيظهروا في الفضائيات وبيتكلموا. بعض الناس دي لما كانوا بيكتبوا على صفحاتهم على الفيسبوك كانوا بيكتبوا كلام ربما يعتقدون انه يعجب متابعيهم، لكن ما بيبقاش مسؤول. اما بيطلع قدام الكاميرا بيقول كلام مظبوط لانه عارف انه الناس هترد عليه. فالحقيقه انه في ده هنا جزئين، الرد على الشائعات مهم جدا، وانه لو ظهرت شائعه بتطلع، وفي شائعات كثيره جدا بتطلع من اطراف ومنصات بتاخد فلوس كتير، واحنا عارفين ده على مدى السنوات. طبعا. وقلنا قبل كده لو الدوله المصريه كانت تفرغت لمواجهه هذه الهجمات كانت ما عملتش كل المشروعات وغيره. لكن الحقيقه اخطر ما يمكن في هذا الامر هو مش بس الشائعات،
كسر النفس اللي هو عاوز يحبط الناس ويحسسه انه مفيش حاجه ويشككوا في ابسط الانجازات. يعني احنا بنتكلم مثلا تجربه زي الفيروس سي اللي مصر عملت فيها بشهادات المنظمات الدوليه ومنظمه الصحه، وفي دول بتاخد التجربه في دول كبرى. اما يطلع كلام انه لا ده في ناس بيجي لها، وفي نلاقي بعض الناس بتصدق انه ده، طب ما طبيعي انه امراض الكبد دي بتروح وتيجي، لكن مصر عملت تجربه وكانت يعني اذا احنا بنتكلم على اولويات المشروعات الكبرى، هل فيروس سي او 100 مليون صحه اللي هي احد اهم المبادرات، او حياه كريمه، او شبكات الطرق، او شبكات الطاقه، او ده، هل ده كله ما كانش توظيف حقيقي للاموال بالشكل اللي بيمكن الصناعه وبيمكن التجاره، وان كل مبنى بيتبني او عاصمه او مدينه جديده من المدن الخمسه اشتغل فيها مليون او 2 مليون، يعني معناها ان انت بتتكلمي في 10 مليون اسره. هذا الكلام الحقيقه لازم الاخذ والرد فيه ببساطه، لانه احيانا كثيره من كثره العمل في الدوله بتيجي المشروعات على بعضها. يعني الحقيقه انه ده حقيقي. من المهم ما فيش مانع خالص، واحنا بالمناسبه لازم نفرق بين حاجتين، بين الشائعه وبين المعلومه الناقصه وبين وجهه النظر اللي احيانا بيبقى فيه سوء فهم من قضيه زي القضايا الاقتصاد بالذات اللي بعض الناس بيكتبوا فيها احيانا بلا وعي فيسببوا هبوط في البورصه او مشكلات. كل خبر من دول بيطلعه واحد يسمي نفسه خبير اقتصادي او غيره يجب ان يكون مسؤولا. طب ما هنا يا استاذ اكرم يجي دور المتحدث الاعلامي لكل مؤسسه وخطوره هذا الدور واهميته. هل وانا برضو هسال حضرتك وانا متاكده انه جميعهم اصدقاء وكلهم مش هيزعلوا، هل دور المتحدث الاعلامي للمؤسسات والشركات والوزارات بيقتصر بس على رصد نشاط الوزير، ولا بيبقى جوه رؤيه كبيره للدوله احنا كلنا بنعمل ايه؟ فانا الجزء اللي يخصني من اداء الدوله النهارده بيعمل ايه او بيحقق ايه او بيتواصل مع الناس ازاي؟ هل ده دور من ادوار المتحدث الاعلامي او الصفحات الرسميه للمؤسسات والوزارات؟ الحقيقه يعني ما يعني مش بس متحدث فرد، هو مفترض دي مؤسسات، يعني مفترض انه في قطاع كامل بيجمع معلومات بيقدم معلومات للصحافه، المعلومه الصحيحه قاتله للشائعه. في نفس الوقت خلينا نتكلم على ما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من مره، فكره الرقمنه. الرقمنه مش تعني بس ان احنا بنعمل بنيه رقميه اساسيه وكذا، لا، اللي هو سرعه انتقال المعلومه، سرعه تقديم الخدمه، سرعه. واحنا دايما بنقول ان العاصمه الاداريه مش بس مباني، ده احنا دي رمز لاعاده بناء الاداره. والكلام اللي حضرتك بتقوليه دي وانت في مؤسسه تشريعيه اعتقد ده كلام مهم جدا، لازم مش ممكن ننتظر انه جهه واحده في الدوله بس اللي تطلع ترد، يجب ان يكون هناك سياق اعلامي. واحنا في عصر المعلومات زي ما احنا قلنا انه الصحافه والاعلام النهارده تطورت بسرعه الانترنت، واذا كانت الصحافه الورقيه تراجعت شويه في المنصات الالكترونيه، يجب ان تكون العمل في مؤسسات المعلومات بنفس السرعه ونفس الدقه ونفس القوه. صحيح في اجهزه كبيره جدا في الدوله الحقيقه بتقوم بدور هايل، اجهزه معلومات واجهزه بتقدم وفي مجلس الوزراء وغيره، دول ناس مشكورين جدا، بس عاوزين السياق ده يبقى سياق كامل طبعا. زي ما احنا بنقول انه في رقمنه يبقى في بنيه اساسيه للمعلومات. الصحفي النهارده عشان يدخل يجيب معلومه يدوس يدخل يلاقي الرقم مظبوط ومؤكد. في النهارده جهاز الاحصاء عنده حاجات يجب ان تكون متاحه وده بيحصل، بس احنا بنقول انه الدنيا بتتطور بسرعه. وخلينا يعني ما نتشائمش قوي، لانه الحقيقه ان مصر على مدى التسع سنوات اللي فاتت تعرضت لحجم من الشائعات ان نقدر نقول عشرات الملايين، وصمدت وبنت وما كانش ممكن بالتاكيد ده. لكن احنا محتاجين يبقى في محتوى وفي ما هو اخطر من الشائعات الحقيقه بشكر. اللي بنقوله انه في بعض النشطاء النهارده او المؤثرين بيطلعوا يقولوا معلومات غلط في التاريخ وفي المعلومات الموضوع ده يطول الحديث فيه يا استاذ اكرم، ده احنا عايزينك حلقه مخصوص بقى. الحقيقه الاعلام بيقوم بدور في ده، لازم نقدم محتوى، مش هنمنع ده لكن نقدم محتوى متاح للموضوع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح وعلى فكره الاتاحه النهارده طرحت باكثر من صيغه، سواء من خلال الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير جريده اليوم السابع او الاستاذ عماد الدين حسين. والحديث عن الاتاحه تصدقوني فرصه، الشائعه حتى الشائعه اللي بتظهر فرصه لرصد راي الناس
وقياس ردود افعال الناس هو الناس بتغضب من ايه، هي الناس بتصدق ازاي. فرصه حقيقيه للتواصل، وهنا ينفع نفكر نفسنا كمان وتحديدا في موضوع الحديقه الدوليه بقى عشان نقفل الكلام فيها، هو المجالس المحليه لازم تستعيد دورها، لازم الاحياء والمناطق تبقى ليها تواصل مباشر مع الجماهير عشان تستوعب وتشارك والناس يبقوا جزء من صناعه القرار. اعرف ان هنا هيبقى في كوبري قبل ما الناس تدق حجر، اعرف ان هنا هيبقى في مبنى جديد قبل ما تترسم الرسمه بتاعته، اعرف ان هنا هيبقى في تطوير قبل ما حد يفكر فيه، لان انا جزء من هذا المكان وجزء من هذا الوطن.